لأنه يا ستي هذا العنب إذا ما تكيس بياكله الدبور. إيه لكان هيك أحسن. بكرة منلاقيهم على أول الشتوية إذا اشتهينا أو من جاي الضيف. شو؟ ضيف؟ ضيف شو ها؟ حبيبتي يا دوم بكرة بالشتاء حقن ذهب أحمر، ضيف شو لك شو بدها؟ ما قلتي لي طلعتي أواعي من جي؟ لا ما طلعته. لك يا بنت الحلال ما قلت لك طلعيهم، فضيهم هيك بنقوطة مي اغسليهم البسيهم شو بكي؟ قلت لكم من الصبح ما رح البسهم، والله عال هذا اللي كان ناقص البس أواعي ميتين، أواعي مين؟ أواعي درطي. قلت لك يا بنت الحلال الله وكيلك جدات ما صار له عندها 5 سنين هاي الملاية، ومين هذي تاياها؟ مين ببالك؟ مرت المختار أم وضاع؟ حبيبي كمان إيش حالي؟ والله أعلم مرت المختار قد صلى لابستها يا ستي. هذا الموجود وأواعي جديدة أنا ما بشتري، ما بسخة ما بسخة. وأنا ما بدي ملاية، وعنا بضيعة ما بلبسوا ملاية. بالله شو؟ على كيفك، لأنه ما بدك تلبسي ملاية غصب عنك يا حرمة. على أساس بدك تهنيني وتسعدني وتعودني عن الأيام السوداء اللي مريت فيها. مسعدك يا حبيبي، هذا اللي كان ناقص. والله مبين عليها جقرة بدها تعذبني. جقرة يلا.